بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبابي الكرام، بما أننا بفضل الله والحمد لله مرينا بالعشر أيام الأولى من رمضان اللي هي رحمة، والثانية اللي هي مغفرة، وها نحن الآن مقبلين على العشر أيام الثالثة اللي هي عتق من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كي أمر الأهل دياله باش ينوضوا وكيقول لهم اجتهدوا في العبادة وفي قيام الليل وقراءة القرآن، والحمد لله ربنا نصادفوا هذه الليلة العظيمة اللي هي ليلة القدر اللي كيعلمها غير الله سبحانه وتعالى، علمها عند الله، الله أعلم فوقاش كتكون. واش في 21 أو 23 أو في 25 أو في 27 أو في 29، والإنسان إلا صادف هذه الليلة العظيمة اللي هي ليلة القدر اللي كتنزل فيها الملائكة وسبحان الله العظيم، ماشي يطلب الدنيا، يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، هي أحسن العبادة. ويجتهد الإنسان في هذه العشر أيام هذه ويكثر فيها من التسبيح كما قلت لكم أخوتي وقراءة القرآن، ويحاول يقوم الليل، يجتهد في الصلاة وقيام الليل، لأن هذه الليلة عظيمة 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 وعظيمة جدا. أحبابي الكرام، ونحاولوا نبعدوا على الغيبة ونبعدوا على النميمة ونبعدوا على الكذوب ونبعدوا من جميع الكبائر ومن جميع الموبقات، لأن خرجنا من هذا الشهر العظيم كأننا عاد ولدونا الأمهات ديالنا بقيام الليل وبالعبادة وهذه الفرحة العظيمة اللي في هذا الشهر العظيم. والإنسان راه 11 شهر هو تياكل وتيشرب وتينعس، ولكن دابا هذا الشهر هذا بالذات وبالأخص في هذه العشر أيام الأخيرة كنصحكم ونفسي نجتهدوا في العبادة، نجتهدوا في العبادة وفي قيام الليل. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.